أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. يواصل الأسير خضر عدنان اليوم ولليوم 51 إضرابه المفتوع عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري. في هذه الأثناء أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن توافقا جماعيا وعاما جرى في صفوف المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 480 معتقلا يقضي بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وعدم المثول أمامها بدءا من شهر تموز المقبل. قال دكتور مصطفى البرغوثي المتحدث باسم اللجنة الفلسطينية المسؤولة عن المتابعة مع الجنائية الدولية أن دولة فلسطين ستقدم غدا بلاغا لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشمل ملفا ضخما حول جرائم إسرائيل المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران عام 2014. وأشار البرغوثي خلال مؤتمر صحفي برام الله إلى أن هذا التحرك هو بداية لرفع الحصانة عن إسرائيل أمام القانون الدولي لأول مرة منذ 67 عاما. ستقدم دولة فلسطين سبميشن بلاغا إلى مكتب المدعية العامة يحتوي على ملف ضخم أو بالأحرى ملف مكون من عدة ملفات ويمثل مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدني وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع بارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ميدانيا اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تصدى لها المصلون والنساء المرابطات بهتافات التكبير الاحتجاجية. وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حماية وحراسة المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد المبارك. في موضوع آخر، أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 3 تجار لبيع الدواجن للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية للتلاعب بالسعر المحدد من قبل وزارة الزراعة وعدم إشهارهم السعر على السلعة. جاء ذلك في أعقاب الجولة الميدانية المركزية التي نفذتها طواقم الرقابة والتفتيش في مدينة بيت لحم للتأكد من مدى التزام أصحاب محلات الدجاج والملاحم بالسقف السعري الاسترشادي المحدد للكيلو الجرام الواحد للدجاج وهو 17 شيكل و55 شيكل لكيلو لحم العجل. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع ألا يطرأ تغير على درجات الحرارة غدا الخميس لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ويوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.